بالتأكيد نحضر معنا عبد الكريم مخلف مستشار في التنمية البشرية. صباحك سعيد سيدي. صباح النور أخي محمد، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا. لعبونا دور مهم في مرافقة التلاميذ وأبنائهم خلال فترة الامتحانات، بالتأكيد الأولياء هم يشاهدون الآن في شاشة التلفزيون، وش نقول لهم؟ كيف نحفز الأولياء لتحفيز التلاميذ؟ صحيح، ممتاز أخي محمد. بداية لابد أن نحيي الجمهور الذي يتابعنا الآن، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المترشحين وأن يلهم الرزانة والشجاعة والتوفيق وحسن الأداء. ثم بعد ذلك نتكلم في هذا الموضوع المهم جدا، وخاصة في هذا الظرف المناسب، ونقول للأولياء المرافقة الفعالة التي تؤتي ثمارها هي تلك المرافقة التي تأخذ بعين الاعتبار أركان الشخصية. أركان وليدك هذا، الشخصية اللي أمامك عندها أربع أركان اتفق العلماء في العالم بإسره على أنها الركن العقلي والركن الروحي والركن البدني والركن النفسي. وفي هذه الحالة اللي رانا فيها احنا نركز على الركن النفسي. لماذا؟ وهي أكبر الجامعات في العالم تقر وتؤكد بأن عملية النجاح 90% منها ركن نفسي، جانب نفسي، لا بسيكولوجي دولات الوما. صح، ممتاز. إذا كيفاش الآن الأولياء في الركن النفسي؟ وكان حاجة راهي مشهورة ومطروحة ومعروفة عند الناس، كل سقسيهم يقولوا لك الضغط النفسي. صحيح، الضغط النفسي رهيب، ضغط رهيب أستاذ، خاصة عند التلاميذ. الأولياء أيضا يشدهم هذاك الضغط، يشدهم القلق. نعم، اليوم حين نحلل هذا الضغط النفسي ونتعرفوا عليه، باش نقترحوا على الأولياء الكرام المهارات اللي تخليهم يتجاوزوا هذا الضغط النفسي إذا علم السبب. إذا الضغط النفسي وش هو المفهوم نتاعه؟ يحدث الضغط النفسي لما تتوفر تلت عناصر. أما العنصر الأول أن يكون هناك تحدي. لابد أن يكون هناك تحدي، وهنا التحدي بكالوريا. النجاح. النجاح في البكالوريا. العنصر الثاني هو أن يشك الإنسان بأنه قادر على تجاوز التحدي. يشك باللي قادر يتجاوز التحدي، هذا العنصر الثاني. أما العنصر هو الخوف من النتائج المترتبة على التحدي. فإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة، التحدي والشك في القدرة على تجاوز التحدي والخوف من النتائج المترتبة عن التحدي، فهنا يحقق النفسي. وبالمثال يتضح المقال، وهنا نستسمح الخونة محمد نقول له هل يمكن أن نضرب بك المثل؟ تفضل. شكرا لك. يعني اليوم مسموح. شكرا لك. عدا ذلك فلن أسمح. شكرا لك. صباح يكون هنا في البلاطو باش يقوم بالمهمة نتاعو. هذا تحدي. خونا محمد ينتقل من مكان سكناه إلى مكان العمل، لاحظ باللي هناك زحمة، فمحمد انتبه شعور أنه سيتأخر عن المهمة. تحدث كثيرا هذا. نعم. والعنصر الثالث لازم يتوفر باش ينشأ الضغط النفسي عند خونا محمد، هو أنه يخاف من نتائج المتوقعة لوقت العمل والإجراءات التي قد تتخذ في حقه. صحيح. فهنا توفرت العناصر الثلاثة. واش حبيت تنقول؟ أنا واصلين باش نفهموا مليح ماذا يحدث عند أبنائنا المترشحين. إذا هنا واش نديروا الآن؟ التحدي الذي لا يولد الضغط النفسيا. فإذا كان خونا محمد وهو جاي في الطريق ورغم الزحمة
أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نعتذر إذن عن هذا الخلل التقني. نواصل الحديث مع الأستاذ عبد الكريم يخلف حول أوعية الأولياء ومرافقتهم ومرافقة الأبناء أيضا خلال فترة اجتياز امتحانات البكالوريا. توقفنا عند نقطة أنه القلق يولد شعور بالمسؤولية. نواصل في الحديث عن هذا. نعم شكرا لك أخي محمد. إذن الضغط النفسي لابد أن تتوفر عناصر ثلاثة حتى ينشأ الضغط النفسي، اللي هي وجود التحدي والشك في قدرتي على أنني سأتجاوز التحدي والخوف من النتائج المترتبة عن التحدي. وخذينا المثال بخونا محمد وقلنا إذا كان خونا محمد مطمئن ومرتاح وعلى باله بلي ما فيهش إجراءات بعد نتائج التحدي، ففي هذه الحالة لن يكون عنده ضغطا نفسيا. فالضغط النفسي مرهون بالخوف من النتائج المترتبة من وراء التحدي. والآن ننتقل إلى المثال الحي اللي أنا عايشينه اليوم في هذه المناسبة الكبيرة اللي هي الترشح لامتحانات البكالوريا، ونتكلم على أولادنا. أيها الأولياء الكرام، اعلموا بأن أولادكم يعيشون ضغطا نفسيا. لماذا يعيشون ضغطا نفسيا منذ بداية الموسم؟ اليوم وفي هذه الفترة أكثر. لماذا؟ لأن كثير من الأولياء لا يحسنون التعامل مع أبنائهم ولا يعرفون حتى المهارات التي يمكن أن نمارسها حتى نرفع الضغط النفسي عن أبنائنا. دوك واش راهو صاير؟ أولادنا أمامهم تحدي. سنعود لاحقا إلى كل هذه التغطية المباشرة مع شبكة المراسلين المتواجدين في مختلف الولايات. توقفنا قبل قليل في فقرة الاستشارات النفسية حول مرافقة الأولياء لأبنائهم خلال اجتياز البكالوريا مع عبد الكريم خلف، وهو أستاذ ومدرب في التنمية البشرية. أهلا بك. توقفنا قبل قليل في الحديث حول أهمية توعية الأولياء قبل المترشحين. نعم شكرا. إذن الهدف نتاعنا من وراء هذا المداخلة هو أن نعرف الأولياء المهارات الأساسية التي إن مارسوها رفعوا الضغط عن أبنائهم ومنحوهم فرصة أكبر للنجاح في البكالوريا. وكلنا نبحث عن النجاح في البكالوريا وماذا بنا تكون النسبة مرتفعة جدا. ممتاز. إذن هيا بنا نسقط هذا المفهوم بعناصره الثلاثة على ما يحدث عند المترشحين للبكالوريا. المترشح للبكالوريا أمامه تحدي، العنصر الأول متوفر. العنصر الثاني، كثير يا للأسف من أبنائنا يخشون عدم الفوز في البكالوريا، يعني هو يشك في قدرته على النجاح في البكالوريا وبالتالي يفكر في الإخفاق. هذا السيناريو الأول. أما السيناريو الثاني هو يشك في قدرته أنه يتحصل على المعدل الذي يرغب فيه حتى يتحصل على التخصص الذي يحلم به منذ صغره. إذا عندنا دو سيناريو، اثنين سيناريو. السيناريو الأول يخاف أنه يخفق في البكالوريا، والسيناريو الثاني ما يتحصلش على المعدل المراد، وفي كلتا الحالتين العنصر الثاني متوفر. إذا كما نشاهد، استسمحك أستاذ. نعم. كريم، كما نشاهد للصور الأولى لانطلاق امتحانات شهادة البكالوريا من باب الزوار من ثانوية قاعدة الحياة مع أمال لاكال مفادة شروق نيوز إلى هناك. تلاميذي الكرام، اليوم انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة 2022. الأظرفة كما ترون جينا من عند الديوان الوطني لامتحانات المسابقات مغلقة بإحكام، وراح تتأكدوا منها أنتوما وشكون أنتوما ممثلين فيه. وليدنا شكون؟ أنس. أقرأ لهم قبل واش كاين. إذا ما كانش المعلومة ماهيش مطابقة ما نفتحوش. أقرأ. مركز رجاء ثانوية قاعدة الحياة المسكن باب الزهور، المادة اللغة العربية والأدب. اليوم الأحد 17/10 شهدت مركز التسيير والاقتصاد، تقنية رياضية هندسة كهربائية، تقنية رياضية هندسة مدنية، تقنية رياضية هندسة طاقة. الحمد لله. هذا هو مطابق الجدول؟ عندكم عربية؟ نعم. متأكدين؟ نفتحوا؟ قلبها إلى ماشي مفتوحة. تفضل. ها؟ صح. تلاميذ حاول الامتياز وما قلبش، حاول الامتياز مغلقة. عطونا بنص. بسم الله.
هكذا معناتها طالق الامتحان تاعو. حتى سيجي يجي مغلوق منا ومنا، ما تفتح ما تشوف والو. هكذا دوكا خليوا الصحافه يتفضلوا ونكملوا نفتحوا السجن تاعنا. بس ما شكرا تفضلوا. هذه هي الصور الأولى لانطلاق شهادة البكالوريا من باب الزوار بالجزائر العاصمة. هي نفس الإجراءات في كل المؤسسات التعليمية بالتراب الوطني. ننقل لكم عينة من مختلف الولايات بالتأكيد مع شبكة مراسلين المتواجدة في كل الولايات تقريبا. إذن في انتظار النقل المباشر نواصل الحديث بالتأكيد حول أهمية التوعية والتحسيس بهذا الامتحان بالنسبة للأولياء. نواصل الحديث لكن بعد النقل المباشر بالتأكيد سيد كريم يخلف. النقل المباشر متواصل معكم مشاهدينا بالتأكيد. نذهب إلى شبكة مراسلين متوزعة في الولايات، إلى علي قريشي الآن إلى ولاية تلمسان في انتظار. نعم قبل أن نتوجه إلى تلمسان، كما تتابعون في الصورة مشاهدينا، هي الندوة الصحفية تحضير وللندوة الصحفية لوزير التربية الوطنية التي سيجريها بعد قليل للصحافة الوطنية حول امتحان شهادة البكالوريا الذي تم الانطلاق الرسمي فيه قبل قليل، حيث أكد الوزير على أهمية احترام الإجراءات التنظيمية ووقف على الاستعداد لتنظيم هذا الامتحان وشدد على أهمية التوقيت واحترامه، كما أكد أن هذه الامتحانات تجرى في تنظيم محكم في مختلف الولايات. نقل حرص الدولة الجزائرية من خلال تصريحاته على دعم التلاميذ في مشوارهم الدراسي. وللتذكير أن الامتحانات قد انطلقت قبل قليل في كل ولايات الوطن على الساعة 8:30 مع امتحان اللغة العربية في كل الشعب التعليمية. الصور إذن تصلنا مباشرة عن تحضير الندوة الصحفية التي سيقوم بها وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد بعد قليل. إذن أزيد من 700,000 مترشح مشاهدين لهذه الامتحانات موزعون على أزيد من 2500 مركز إجراء بمختلف المؤسسات التعليمية بالوطن. 461 تلميذ من ذوي الإعاقات أو الاحتياجات الخاصة. أزيد من 6 الدكتور هرقة منصف محمد كريم أخصائي نفسي وأستاذ جامعة أهلا بك سيدي. صباحك سعيد. صباح الخير أخي محمد، صباح الخير المشاهدين الكرام، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك وأرحب من جديد بالأستاذ كريم مخلف. أهلا بك. الله يسعدك من جديد. مرحبا. أهلا. قبل أن نتكلم مع الأستاذ محمد نتكلم ونواصل الحديث حول التحسيس بأهمية لعب دور العائلة والتكفل بالطلبة الذين أو التلاميذ الذين يجتازوا الامتحانات. ما هي أهم نصائح التي نقدمها أستاذ عبد الكريم؟ نعم سنذكرها بعد قليل. لابد أن نسقط باختصار شديد، لابد أن نسقط هذا المفهوم على المترشحين، أبنائنا المترشحين لامتحانات البكالوريا، وننظر هل الضغط النفسي موجود أم لا. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن التحدي موجود قلنا، والشك في القدرة على تجاوزه متوفر، وهناك 4 نقاط يخاف منها التلميذ المترشح للبكالوريا وهي كالآتي. أولا يخاف أن يخسر احترام نفسه وتقديره لذاته إذا أخفق في البكالوريا. ثانيا يخشى أن يفقد صورته الجميلة عند والديه ومكانته المتميزة. النقطة الثالثة يخاف من المستقبل، أن يضيع منه المستقبل. والنقطة الرابعة والأخيرة يخاف أن يفقد العلاقات
اصحابه اللي كان متفق معهم باش يروح يكمل معهم الجامعه اذا اخفق في البكالوريا. هذه تخوف التلاميذ. نذهب الى تخوف الاولياء. استاذ محمد كريم، هو مهم دور الاولياء في العائله في مرافقه التلاميذ اثناء الامتحان، كيف يلعب اولياء التلاميذ ادوارهم في التحفيز، في ربما في احتواء التلاميذ اثناء الامتحان وخلال هذه الفتره نفسيا؟ نعم، بالنسبه احنا ما نتكلموش اخي محمد على طريقة المذاكرة، لأنه طالب رو عنده مخزون ورصيد علمي، عنده باجاج لي من سبتمبر وهو يبريباري يعني يحضر. لكن هنا نتكلموا على المرافق النفسية، لأنه العامل النفسي يلعب دور كبير. نبدأوها حتى من يعني الإيماءات. لو كان الأولياء يعني يجيوا ويقولوا للتلميذ ولا الأم ولا الأب يقول لابنه مازال ما كملتش، يعني بإيماءات يعني فيها نوع من القلق، راح يتقلق. هو ديجا راهو في اون زون دو ستريس. صحيح، نعم، هذا في دائره يعني في قلق، دائرة وتوتر قلق ودائره الامان. ليس الشارع وليس الاصدقاء، لانه الاصدقاء هم ثاني محاطين بهذا القلق. لا زون دو سيكوريتي اللي هو في الكوتي كلينيك، يعني في جانبها العيادي، نعم العلاجي، اين يشعر يعني اين نشعر بالراحه؟ في المنزل. صحيح. يعني في هذا منزل هو اللي يحتوي التلاميذ. نعم، هو اللي فيه الأولياء تاعهم. نعم. يحسوا بالثقة أيضا. نعم. مع أوليائهم. إذا حتى كي نمد الابني نمد له الراحة ونتبسم له، حتى نمسح له حتى على راسه ونضمه ونحتضنه ونفهمه باللي ممكن. سيدي الكريم، يعني هذه نقول لك خبرة في عجالة. عندي ابني فوت شهادة تعليم متوسط، آخر سؤال قاله لي وأنا مديه يعني المتوسطة باش يجوز الشهادة، قال لي يا أبي أنا خايف إذا كان ما نلقاش اسمي في القائمة. تخيل يعني هناك قبل الامتحان هو قبل خايف. نعم، هناك تتبادر إلى المترشح هذا القلق، لأنه القلق هو أونديري ترمومتر، هو يعني واحد الضغط يطلع من سبتمبر وقتها يبدأ في مي، شهر مي يبدأ القلق في هذه الأيام يزيد. نعم يزيد. كيف نحتوي التلاميذ اللي عندهم هذا القلق دكتور؟ الأكيد أنه التلميذ يكون خايف، يكون عنده يعني توجس، عنده حتى خوف من الفشل. هذا الخوف كيفاش نحتويه نحن كأولياء؟ نحتويه في هذه الأيام أنه نقول الأولياء يعني، وهذا موجه للتلاميذ يعني يشوفونا بعد إن شاء الله، والأولياء أنهم يجلسوا مع أبنائهم ويعطيهم ديزاسيرونس، تطمينات. يعني الفشل ليس نهاية العالم أخي محمد، يعني حتى هنا نعطي مثال في صاحب مئات الاختراعات وهو توماس إديسون، أكثر من 9999 محاولة فاشلة، 10000 شعلوا المصباح. نعم. وقال مقولته المشهورة لا فالور دون ايدي ديبون دو سون يوتيزاسيون، يعني هذا العالم ما فشلش. وهنا نشير كاين سيكولوجية النجاح، تبدأ بالفشل، معليش نفشل. هنا ما نخليش ما نديرلوش انا كولي انه بعبع، ونحدد له نزيد نطلع له في الضغط، نقول له على بالك باش تروح ميدسين لازم لك 17 نطلعوا. نو، ما نحكيلوش في هذا هذه الايام، نعطيه نحطه سيرانيطا مريح. نعم، هذا التجهيز دكتور الذي تتكلم عنه الأكيد أستاذ عبد الكريم هو يحتاجه الأولياء أنفسهم، يعني حتى الولي في حد ذاته عنده توتر، عنده قلق، قد ينقل هذا التوتر القلق إلى الأبناء. كيفاش يبتعد الأولياء، يبتعدون عن هذا القلق، لأننا متوجهون أساسا هذا الحديث إلى الأولياء، كيف يبتعد الولي عن القلق؟ ممتاز، هذه النقطة اللي كنا حابين نوصلوا لها منذ البداية، وهي مهارات التعامل مع الأبناء المترشحين للبكالوريا حتى نرفع عنهم الضغط النفسي لأنفسنا ولهم كذلك. ماذا نقول للأولياء؟ نقول لهم حاجة الأولى هي تقول لوليدك أنت قادر. أنت قادر، وتفكروا مرارا وتكرارا وتقول له أنت قادر. أنت جوزت السيزيام، أنت جوزت البيام باش وصلت للترمينال، يعني باش وصلت للبكالوريا، حققت انجازات في حياتك. يعني نتكلم مع وليدي بلغه ايجابيه كما تفضل الاستاذ، الايحاءات الايجابيه، الافكار الايجابيه، التطمينات، داكور، نبرهن له باللي راني واثق فيك يا وليدي العزيز. ولما التلميذ المترشح يسمع هذا الخطاب الايجابي من عند الوالدين يخف عنده الضغط النفسي، وهكذا نكون قد ازحنا العنصر الثاني، هو خشية يشك أنه قادر على تجاوز امتحان البكالوريا. أما النقاط الأربعة اللي ذكرناها، وش نقول للوالدين باش كذلك يزيلوها
من عقلية أوليدهم أنهم يمارسوا بعض الأشياء العملية، تحفيز تحفيزية عملية حقيقية. نوقف قدام المرآة ونقول أنا الآن أنا وليدي وبنتي وكذا المترشحين قدام المرآة، فيها حكمة يطول شرحها لماذا أمام المرآة، حكمة علمية تؤكدها للنيروسيونس. نوقف قدام المرآة ونديروا إيحاءات إيجابية، أنا الآن اجتزت امتحان البكالوريا، نجحت امتحان، أنا واثق من نفسي، والدي واثق مني، أواثق في ربي سبحانه، ربي سيعينني، أشياء من هذا القبيل. هذا الكلام تنمي القدرات الداخلية والأكيد نعم. القدرات نفس الداخلية نفسي. نفسي. تحتاج إلى ثبات نفسي وهدوء وضبط النفس نعم. وهذا ضبط النفس هذا يتطلب إمكانيات معينة نعم، تدريبات يعني معينة. الطفل يعني الطالب اللي يجوز بكالوريا والتلميذ هو طفل مازالو يعني مشو كبير يتحمل نعم. مسؤولية، مازالو مراهق يعول على والديه نعم. ويعول على عائلته الآن نعم. دكتور، العائلة هذه تحتاج أيضا إلى إعادة تقويم بعض السلوكيات المجتمعية الداخلية داخل الأسرة في حد ذاته. احنا في مازلنا في الأسرة دكتور أنه نحكمه على التلميذ بالفشل بالنجاح، نقولوا له إذا ما نجحتش في البكالوريا راح نعاقبك، إذا نجحت في البكالوريا راح نجازيك. هل هذه سياسة العقاب والجزاء هنا تساهم في نجاح التلميذ أو العكس؟ أخي محمد، أنا أظن كما تفضل الأستاذ حتى الإيحاءات تكون إيجابية، ما نعطيهش مساومات. هذا تلميذ ابني ما نعطيهش حد لازم تجيب هذا المعدل باش تصرفنا، نعطيه نقول له أني على بالي، على بالي بوليدي وراح نديه، وحنا أني ما نحوسوش على أنا نحوسو نسنو في لامونسيون أني سي بون، يعني واش تعطيه جائزة ديجا راك باشيلي، هنا راح نطلع له ثقة وتقدير الذات مهم جدا. هذا التلميذ يتحمل مسؤولية كي تقول له أني على بالي بك حتى تنجح، هذا ما يزيدش عليه الضغط؟ لا ما يزيدش عليه الضغط لأنه أنا واثق، وحتى قلت لك لي ريماس يعني لي ميميك سيتادير حتى تعبير يعني الوجه تعابير الوجه لغة الجسد مهمة جدا. صحيح. ما نهضرش وأنا مقلق معاه، الأولياء هما اللي يجيبوا لو بليس ولا لو موال، يعني الإيجاب ولا السلب هنا نقدر نحتويه بطريقة أنه نعطيه تطمينات، نحطه في وضعية بسيكولوجية مريحة. أخي محمد يعني طيب دكتور هرقا، خلال الأيام الأولى من الامتحانات التلميذ يعود إلى المنزل يعني بعد حالة من التوتر، بالتأكيد أنه التلميذ خلال هذه الأيام يعني أيام اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا بعد الإجابة الأكيد أنه الإجابة تقارن بإجابات أخرى دكتور، كي قارن إجابات زملاء تاعو الحالة النفسية تاعو تهبط نوعا ما، لأنه كل واحد عنده طريقته في الإجابة، قد يقول لك أنا مش حننجح بناء على الجواب هذاك، ويدخل في دوامة أخرى دوامة نفسية هي عدم القدرة على النجاح. وش نقوله للأولياء هنا في هذه النقطة كي عودوا يقولوا لهم أولادهم للدار يقولوا لهم باللي ما جاوبناش مليح ما رناش حننجحوا، كيفاش يتم التحفيز؟ معليش مثلا سيدي الكريم، احنا في علوم تجريبية أنا اخترتها وأنا أحترم كل الاختصاصات، هو اختصاصي يعني في البكالوريا في العلوم التجريبية، اليوم ما أعتقد عندهم أدب لغة، كل المواد عند كل نعم. التخصصات عندهم كل اللغه العربيه نفرضوا ما خدمش في يعني ما حصلش، وهنا ناكد انه قبل ما نهضر على الاولياء نهضر على التلميذ. اخي محمد لماذا؟ لانه يقدر ان نقول التلميذ كي يخرج يروح مباشره لا يناقش ما يعني ما تم الاجابات. لماذا؟ لانه ممكن بعض من الزملاء هم اخطاوا وهو راه صحيح، ومن بعد اثنين ولا ثلاثه يكونفيرميو له باللي راك خاطئ، يولي أثر على المواد القادمة يعني يولي ما يخدمش. صحيح. إذن كي يجي يدخل المنزل يصيب الراحة بريميرمون، يحاولوا يعطيوا له الكالم، يعني يحاول يعني المنزل ما يكونش فيه صخب، ما يكونش فيه يعني يكون هدوء. كين هناك هدوء. الأولياء كين في الجانب النفسي هضرنا عليه، في جانب آخر يركزوا على الاتزان، هي هذه الاتزان مهدئات. نعم المهدئات، وكذلك النظام الغذائي أخي محمد مهم جدا. لماذا؟ لانه نعرف تكلمنا عليه قبل قليل النظام الغذائي. نعم. صحيح. The second brain هو المخ الثاني، هو الثاني. نعم هو الجهاز الهضمي، خاصه القولون، يعني لما انا نتعاطى ولا نتناول المشروبات الغازيه ولا غذاء ما راح يكون لي مشاكل ممكن ياثر لي على صحتي النفسيه على مزاجي. هنا بالنسبه للغذاء، اما بالنسبه للراحه تكلمنا وقلنا تبدا من اللي ميبيك تبدا معليش نطمنوه ما خدمتش، حتى يكون يقول انني ما خدمتش معليش مازال لك العشيه علوم اسلاميه، مازال رياضيات، يعني احنا في اول يوم اول يوم هنا نخليوه باللي نحاولوا دائما نعطيوه نطمنوه ما من الفشل حتى يكون تفشل. قادر يطرح لي سؤال اخي محمد يقول لي ابني خايف نفشل،
معليش. والأكيد أنهم حيطرحوا هذا السؤال، كم يخافوا من الفشل؟ نعم دكتور، هناك سيدي كريم دعني يعني تفضل نكمل لك. هناك سيكولوجية النجاح، نعم، لا سيكولوجية دو لا ريوسيت. هذه كيفاش تكون؟ ممكن تبدا تطرح بظلالها من الفشل، تبدا بيداغوجية المحاولة والخطأ. لماذا؟ نعرفوا ناس بزاف ووصلوا للعبقرية، عندنا ناس أرم في أمريكا وفي فرنسا وفي كامبريدج وفي أوكسفورد فشلوا. ممكن أروا كون يقول لك أنا فوت اثنين مرات ولا ثلاثة في ثانوية الشيخ مقراني، في ثانوية حي عجابي في قلمة، في ثانوية العقيد وغيرها من الثانويات المشهورة، نعم، العقيد لطفي في وهران. إذن هذه هي، أنا نأكد أنه موش امتحان مصيري، أنا نحب نسميه أستاذي امتحان مفتاحي، شتين كلي فور باسي باش نحقق طموحاتي. لأنه مصيري كي نقول له بلي ومصيري أنك لو كان ما تنجحش يعني مصيرك راح يكون الفشل، لا، هو مفتاحي. لماذا؟ لأنه من سنة أولى ابتدائي وهو يعقب، لكن هو عنده نكهة خاصة راح يباسي بيحقق طموحه. ممكن يروح الميدسين، ممكن يروح للارشيتكتور، يروح للابسيكولوجي، يروح للأدب العربي وهكذا. طيب أستاذ عبد الكريم، هل نعم. تحقيق النجاح هو النجاح في البكالوريا، تحقيق النجاح في البكالوريا هو الفاصل أو نهاية المشوار كما نقوله، ولا هو بداية كما كان يتكلم دكتور؟ نعم أخي محمد، هو نقطة التحول نحو مرحلة جديدة أكثر رحابة وأكثر انفتاح وأكثر حرية من الثانوية. وحبيت نعقب على قضية الفشل، ليس هناك فشل، بل هناك خبرات وتجارب ونتائج، وكل الناجحين في العالم بنوا النجاح نتاعهم على أساس فشل معين. فشل هو درجة من درجات السلم. حبيت كذلك نقترح للأولياء واحد الجلسة الاسترخائية نشرتها في الشبكة العنكبوتية، حقت غير في 48 ساعة 3000 طرومي الفيو، دونك العائلة يطبقوا فيها، نجتمعوا كاع في غرفة هادئة، هذا تمرين من بعد تمرين رائع. لأنه لما تكلمنا على الإيحاءات الذاتية أمام المرآة، هنا كنا نستخدمه في العقل الواعي. الآن هيا بنا نستخدم العقل الباطن، والأستاذ كيف يكون ذلك باختصار؟ العقاد العقل الباطن فعال جدا. في الجلسة الاسترخائية نغمض العينين ونسترخي وندير تنفسات عميقة وندخل ندير جولة بالخيال، جولة رائعة بالألوان بالأصوات وبالموسيقى، هي تأمل. نعم تأمل، تأمل أي نعم، فيها من كل شيء. هذه راح تخفف الضغط النفسي، راح تخفف التوتر السلبي، وتجيب طاقة إيجابية، وتجيب طاقة إيجابية وتزيل الخوف وتضع في مكانه الشجاعة والثقة بالنفس. يلا نتمنى أن الأولياء يطبقوا هذا التأمل ويطبقوا هذه التقنيات، أكيد أنها تقنيات مهمة بالتأكيد. قبل الختام أترك كلمة أخيرة للدكتور هرقة منصف محمد كريم، أخصائي نفسي جتنا من بعيد، شكرا على قبول الدعوة أيضا. تفضل الأستاذ. العفو أخي، أنا أقول أدعو الله عز وجل أن يوفق أبناءنا، اللهم وفق أبناءنا، اللهم وفق أبناءنا، اللهم وفق أبناءنا. الكلمة اللي نقولها لأبنائي ممكن حبيت نتناولها أخي محمد، أنه كي يخرجوا يتناولوا مادة بمادة. ما معنى هذا؟ يعني لو كان ما خدمتش في اللغة معليش عندي الإسلامية، ونهار بنهار. لماذا؟ لو كان نفكر أنا مثلا اختصاصي علوم تجريبية ولا رياضيات، نفكر في مادة الخميس راح نفقد تركيزي على يوم الاثنين. إذن نفكر كل يوم نركز عليه. أنا كنت يعني مديت نصائح وإرشادات حتى للتلاميذ على مستوى الثانويات في مدينة ولاية قلمة، ولاية عنابة، ولاية سوكهراس، نقول لهم باللي ممكن أشار لها الأستاذ الكريم أستاذ يخلف، أنه تلميذ يكتب مبروك النجاح في ورقة بيضاء ويحطها في الطابل تاعه. علاش؟ لأنه هناك الاستيميليس المثير أخي محمد، كيشوف هذه العبارة راح تزيد له. علاش؟ هناك 70% من اللاوعي و 30% من الوعي. هو راقد ينوض يقول لك أني اليوم نط مليح، يعني بمعنويات مرتفعة. إذن الأولياء نقول لهم باللي هناك بعد الفشل إن شاء الله يكون النجاح، يعني نجاح ما يكونش فشل أصلا، نجاح نجاح حتى يكون يكون حتى يكون يكون. يعني حبيت نقول لهم أنا أبشروا أبشروا، نبدأ بالنجاح. الفشل راح يكون مرحلة وراح يكون نجاح إن شاء الله،
ويشرفونا. هذوما يعني تلاميذنا كما العبقري بالقاسم حبا، كما هذوما العباقرة الذين اختصارها يعني الجزائر حافلة نعم. بالأشخاص اللي عندهم مستوى علمي، والأكيد التجارب العالمية هي مهمة جدا. دكتور نتكلم حتى عن الفشل قبيلة، كنت تكلم عن نقطة مهمة جدا، يعني حتى المتمعن في تاريخ هذو كبار المنتجين وحتى كبار شخصيات العالمية نشوفوا أنهم رفضوا في الكثير من الجامعات العالمية في أكثر من 50، يعني نتكلموا على فيسبوك زوكربيرغ مثلا رفض في هارفارد أكثر من مرة، والآن هو من أغنى رجال العالم. نعم صحيح. كيف كان ذلك؟ نستفيد أيضا من هذه التجارب دكتور. هذه التجارب، هذا الرفض، يعني تكلم لي عن الرفض. الرفض هذا أخي الكريم يكون ممكن يعطي لوديكليك القفزة النوعية، وممكن يمد الإحباط. إذا كان مد الإحباط ممكن هذا الشخص يلقى الرفض، ممكن يروح حتى لا ديبريسيون بارفوا اكتئاب. نعم يروح لديبريسيون، وشفنا حالات جاتنا العيادة. إذا كان لقى الدعم النفسي من طرف المحيطين خاصة الأسرة والأصدقاء ويعني والزملاء، راح يروح لبعيد. لماذا؟ لأنه أنا لكان فشلت بار اكزومبل في الشركة الفلانية العالمية في لونتريتيان، راح تستدعيني شركة أخرى وراح نثبت وجودي، وأول مقابلة تلفزيونية راح يمد الإهداء للشركة اللي رفضته. ما رأيك أخي الكريم؟ يعني هذه هي سيكولوجية النجاح، لأنها صنعت منه ما هو عليها. نعم. الآن دكتور أو أستاذ كريم يخلف، أترك لك كلمة ختامية أيضا، نصائح نوجهها للأولياء من خلال هذه الفقرة أيضا. نعم شكرا لك أخي محمد. نتمنى لأبنائنا النجاح والتوفيق والسداد، وفي جميع الحالات هم ناجحون سواء تحصلوا على البكالوريا أم أخفقوا في البكالوريا، لأنه يمكن أن نتأخر بخطوة واحدة كي نقفز قفزة نوعية، وعندنا أمثلة كثيرة، نماذج كثيرة أشرفنا عليها. فعوض أنه كان حيفوز بالبكالوريا بعشرة ولا عشرة ونص، فلما أعاد الكرة تحصل عليه بخمستاش وستاش، وبالتالي حقق الرغبة نتاعه والحلم نتاعه، والآن راه ناجح في الجامعة وممتاز وسعيد. السعادة هي أهم شيء في الحكاية هذه، والنجاح أيضا. نعم لا، لكن السعادة قبل النجاح، لكن حتى النجاح لا يمكن أن ننجح بدون سعادة. صحيح، وهي معادلة يمكن توفيقها ويمكن تحقيقها في النهاية، لأنه كل هذا هو من خلال الجهد وبذل الجهد. نتمنى التوفيق لكل الطلبة. شكرا جزيلا لكما، الدكتور هرقة منصف محمد كريم دكتور وأخصائي نفسي، شكرا على حضورك معنا، وأيضا الأستاذ عبد الكريم مخلف مدرب تنمية بشرية، شكرا جزيلا لكما.